بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف برشيد هو الفريق اللي كان كيمارس في القسم الصفوة، كانت واحد الكبوة كما كنقولوا، ولكن الحمد لله درك الموقف في هذا الموسم، رجعنا في السنة الأولى ديالنا. يعني يوسف برشيد كانت تلعب كرة اللي جميلة ومعروفة في الوسط الريادي، أنه لما كنا صعدنا في السنة في 2018 إحنا كنا ندل الفرق الكبرى ولعبنا كرة جميلة اللي كانت فرجة، والحمد لله كان نوعدوا الجمهور إن شاء الله اللي بعد الصعود أنه غادي نرجعوا للتوهج ديالنا، غنخلقوا فريق منافس، فريق اللي غادي صار من أجل المراتب الأولى إن شاء الله، لأنه ما بغيناش نكونوا إحنا ذاك الفريق اللي غير ينشط البطولة، غنكونوا إن شاء الله رجعة وتكون رجعة قوية، لأنه من الأخطاء كيتعلم الإنسان، أخطأنا وإحنا كنتمنوا أنه إن شاء الله نرجعوا بواحد القوة مستفدين من الأخطاء اللي فاتت، وكنبغي نوزل واحد الرسالة للجمهور الحريزي باش يجي يدعم الفريق، لأنه الفريق محتاج ليه، فريق اللي خاصه واحد القاعدة جماهيرية كيف ما كاين عند الفرق الكبرى، لأنه بدون جمهور ما كيكونش فريق، وهذا كيأثر علينا، لأنه كتشوف بأن الفريق ديما كيلعب وكيحقق يعني نتائج وما كيجيش الجمهور. كنظن بأنه جا الوقت باش الجمهور يلتف حول الفريق ديالو باش ياخذ المراتب الأولى ويحقق الانتصارات ويكون عند الحسن الظن. بطبيعة الحال عندنا لاعبين اللي عندهم عقود مستمرة، ولاعبين اللي غنحاول إن شاء الله نقنعوهم باش يجدوا العقود، لأنه قسم صفوة كل شيء كيطمح أنه يلعب فيه، لاعبين مستعدين. احنا ناقشنا بعض اللاعبين وقال لك ان شاء الله احنا مستعدين نبقاو في الفريق، لانه لقاو انه كل شيء موجود. نشوف انه المنح اللي كانت منح كبيره، جوج المليون في كل مقابله، ماشي احنا كان المنح يلاه بداو المنح كبرى في هذا، ولكن من بدايه الموسم كانت عندنا منح احنا كتفوق 7000 درهم 8000 درهم 6000 درهم، يعني اقل ما كان 6000 درهم. يعني برشيد ديما عندها منح اللي في المستوى، كنظن بانه اللاعبين مرتاحين في فريق برشيد، وكل شيء عازم انه يجدد العقد ديالو، ونتمنى الله انه الاطار التقني الا سمر سي القيصر او يكون اطار اخر غنعطيوه الفرصه باش هو ينقي ويختار اللاعب اللي غادي يجدو باش ندخلوا معاهم في مفاوضات، ونتمنى الله انه نكون واحد الفريق اللي كما قلت ينافس على المراتب الاولى ولما لا على البطوله ان شاء الله. بالفعل بعد هنيئا الفريق يوسفية برشيد بكل مكوناته ولكل المدينة الإقليم والمدينة على صعود الفريق إلى القسم الوطني الأول، لأن الفريق رجع للمكانة ديالو الطبيعية. وفي الحقيقة بغيت نشكر الجمهور اللي حج بكثرة من مدينة برشيد إلى مدينة الرباط لتشجيع الفريق ديالهم، وكذلك بغيت نشكر اللاعبين على الروح القتالية وعلى الأداء. في الحقيقة اللاعبين واخا كان شوية ضغط على اللاعبين وما تحروا حتى للشوط الثاني، وتعرف كل مقابلة عندها خصوصيات ديالها، هذه المقابلة راك عارف المقابلة ديال السد ديما ما كتكون مغايرة على المقابلة العادية. وبغيت باش ما ننساش باش نشكر كل من ساهم لا من بعيد ولا من قريب هذا الصعود، وعلى رأسهم الحاج عبد الرحيم الكاميلي والسيد رئيس المجلس البلدي السي طارق، والأخ نور الدين البيضي اللي توا استفدنا منه بزاف التجربة ديالو، والأخ النجمي. وبغيت نشكر الوسائل الإعلام حقيقة اللي تهمة على التغطية ديالهم وعلى المساندة ديالهم، وكنشكر الفعاليات وكنشكر كذلك المنعشين العقاريين من هذا المدبر، لان تاهما ساهموا بشكل كبير. وبغيت نشكر كذلك كل من ساهم في الصعود، وباش ما يفوتنيش الفوت باش نشكر كذلك السلطات الاقليميه والسلطات المحليه والوقايه المدنيه والقوات المساعده، اللي حتى هما في الحقيقه كان كيساندوا الفريق لا في الميدان ولا خارج الميدان. وبغيت مرة ثانية هنيئا للفريق يوسفية برشيد على الصعود إلى قسم وطني الأول، لأنه رجع للمكانة ديالو اللي كان كيستحقها،
وهنيئا لنا جميعا بهذا الإنجاز. شكرا الأخ على هذا السؤال، لأن في الحقيقة احنا برشيد لأن سبق صعدنا إلى القسم الوطني الأول، وكنا برزنا الوجود ديالنا بين الفريقين، لأن عدة مقابلات انتصرنا على الرجاء، انتصرنا على الوداد، انتصرنا على الجيش الملكي، فلهذا دابا عندنا واحد لو طرافاي خصنا نديروه، لان عندنا بعض اللاعبين غادي تسالي لو فون كونطرا ديالهم، يمكن لينا نعاودوا نجدوا العقد مع اللاعبين. وكاين شي لاعبين اللي عندهم اللي مازال باقا عندهم لا سيزون ديال العام الجاي ان شاء الله، وكتعرف غادي باش نكونوا واحد الفريق ضروري باش تكون نعملوا واحد تركيبه بشريه باش تكون عندنا اللي هي تستطيع باش تلعب لواحد الدور، لان الجمهور دابا ما بقاش كيعذرك، الجمهور دابا ولف واحد الريتم بين الفريق ديالو في القسم الوطني الاول بانه راه كاين وكينافس الانديه اللي هي كبيره. بالنسبه للمقابلات اللي كتكون ما بين السوالم وما بين يوسفيه برشيد، لان كتكون مقابله عاديه فهمتي، لان ماشي غير السوالم، لان راه حتى الرجاء راه حتى الوداد راه حتى المحمديه كاع الفرق اللي هي مجاوره كاع كيكون الديربي. وحنا في الحقيقه الفريق ديال الحد السوالم لنا فريق تا هو كيمثل الاقليم، وهذا شرف الاقليم فيه جوج فرق اللي كيلعبوا في القسم الوطني الاول، ونتمنوا ان شاء الله يكون الديربي يكون فيه واحد الروح الرياديه، وتكون فيه واحد الروح اللي تكون واحد الروح، وتكون واحد الفرجه للجمهور الحريزي ولا الجمهور السالمي. يا خويا للاسف فريق صعد من ينزل القسم الوطني الثاني، عانينا بشكل كبير وكوننا فريق في ظرف اسبوع، جا واحد العمل هو كبير وكبير كبير بزاف، لان احنا في شهر 8 راه كوننا فريق في واحد الاسبوع. وهذا الفريق بعد من هذا المنبر كنشكر الاخوان الاداريين ولا التقنيين اللي حتى هما لعبوا واحد الدور، ومشينا الحمد لله ومن شهر 8 وحنا غادين بواحد العمل. دابا بالنسبه للصعود راه ماشي جا غير في ظرف واحد الاسبوع ولا في ظرف واحد الشهر ولا الصعود راه جا في واحد الظرف اللي هو واحد العمل اللي هو كبير وجبار، لان ما يمكنش لرشي الفريق ديال برشيد ما عمرو كان هبط من الرتبه ديال الرتبه الثالثه، لان كان الصراع ما بين برشيد وتزم والزمامره واستاد ماروكا كان، والحمد لله هذا بالنسبه لشرف الكره المغربيه من اللي بقات حتى لاخر نهايه عش شكون الفرق اللي صعدات، وكاينه حتى في القسم الوطني الاول شفنا الفرجه وشفنا بنادم كلشي مهتم. انا اليوم كنشكر حتى الجمهور ديال استاد ماروكا حتى هو اللي كانت فيه واحد الروح رياديه كبيره بصراحه، انا فاجئني الجمهور الحضاري، جمهور تفرج في الكره كيشجع الفريق ديالو حتى هو، وكنتمنوا ان شاء الله الخير، لان هنيئا نعاود ثاني نكرر هنيئا للساكنه ديال برشيد واولاد حريز بالفريق ديالهم، لان الفريق ديالهم كيشرف الكره ديال اولاد حريز. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقه هو عرس، يعني كان اليوم كانت فرحه كبيره، وهذا مجهود اللي ماشي ديال وليد اليوم ولا هو سميتو، هذا مجهود تقريبا هذه يعني من البدايه ديال العام، وحنا كنبذلوا واحد المجهود كبير اللي الحمد لله اليوم هذاك الشيء كلشي اللي جرينا فيه وهذا وصلنا النتيجه، وطلعت الفرقه اللي رجعت للمكانه ديالها، طلعت القسم الاول الحمد لله. اليوم احنا فرحانين وفرحنا المدينه ديال برشيد، لان كانوا كيتسناو هذه النتيجه هذه باش تطلع الفريق يطلع عليهم الصفوه. الحمد لله كانوا اللعابه دار بدلوا واحد المجهود، كانوا في المستوى يعني اللي كنتمنوا لهم من هذا المنبر، يعني نعطيهم الصحيحه ديالهم اللي هما شرفوا المدينه وشرفونا حتى حنايا اليوم. المكتب المسير اللي بدل واحد المجهود كبير، سي عبد الغني البيدي نجمي العياشي، يعني واحد العدد ديال الاخوان اللي هما كلشي كان بدل مجهود، وسي المدني يعني كلشي هاد الاخوان كلهم بدلوا واحد المجهود كبير مع الفريق، والحمد لله
وصلنا النتيجة اللي بغينا ان شاء الله. هذا هو طموح ديالنا ان شاء الله، باش نكونوا ان شاء الله من الفرق الأربعة الأولى ان شاء الله يا ربي. يعني كما بدلنا هذا المجهود هذا غادي نبدلوا المجهود ان شاء الله باش نكونوا ان شاء الله في الصفوف الأربعة الأولى ان شاء الله، ونكونوا من الأولين كاع ان شاء الله، علاش لا، ونديو الكاس العرش ونديو نبدلوا كاع المجهود ان شاء الله في أي حاجة اللي هي تفرح المدينة واللي هي خصنا نديروها حنا. يعني نبذلوا مجهود كبير ان شاء الله باش نوصلوا كاع اللي كنطمحوا ليه غادي نوصلوا ليه باذن الله، ونعلم الله في قلوبكم خيرا يجيكم خيرا. انا كنتمنى من الجمهور البرشيدي يجي دائما يجي يشجع الفريق ديالو، لان راه محتاج ليه التشجيع ديالو. شكرا.